ازيكم يا جدعان، معاكم احمد سعيد بيرجو، فيديو جديد. بس النهارده الفيديو بتاعنا مش هيكون، او مش عارف هو هيبقى ايه بالظبط، بس هو النهارده هيبقى فيديو مميز. مش بالظبط زي ما انتم سامعين كده، مش هيكون فيديو عادي كده هيعدي مرور الكرام، لا، لان الفيديو ده هتسجلوه في التاريخ، لان في اقوى اتنين ممكن تشوفوهم بيعملوا رياكت. شفت بفخم فيك ازاي؟ ايوه طبعا، لا عزاء لاحمد في دي تي في عشان هو بتعولق ومش عايز يطلع معانا في الفيديو، فاهم؟ وهحط الحته دي في الفيديو. رحبوا معانا يا جماعه بضيف الحلقه النهارده، هو محمد كيو. حبيبي حبيبي يا احمد، حبيبي يا احمد، عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه يا عم؟ ايه يا عم، سنه عشان نصور الفيديو؟ والله ده احنا من اول السنه يا جماعه عايزين نصور، ومش عارف والله العظيم من السنه اللي فاتت. والله من السنه اللي فاتت. بس اخيرا يعني كنا بنتكلم على الماسنجر عادي، ام كيو قال لي ايه يلا. ما تنكرش برضو ان انا اللي شجعتك برضو في الاخر. لا انت والله بجد، لا عاش عاش. بتتاخر ليه في فيديوهاتك؟ انا انا بتاخر؟ انت عارف السنه دي انا منزل كام فيديو؟ قد ايه؟ 13 فيديو في سنه. في سنه والله. يا نهار اسود. فلا بس السنه دي بتاعتنا ان شاء الله. السنه دي بتاعتنا. يعني السنه دي بتاعتنا. الكونتنت الرياكت ده هي لازم 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 نرجع تاني عشان بيزور بيحصل. لا لا انت جايب لي ايه بقى النهارده؟ لا قبل ما اجيب لك، احنا عايزين بس الاول كده ان اسالك بعض الاسئله. اسالني. هو اسوأ حاجه معايا مثلا ان احنا مش شايفين بعض، فمش فاهمين احنا بنتكلم ازاي، فاهم؟ مش شايف الرياكشنات. بس انا هشوف كيو بيعمل ايه وهزوم برضو عليه. كان ايه رايك في الترندات اللي بتشوفها؟ اني ترندات بالظبط؟ ذكر البط قلب الشقه ريحه. جميل جميل. هو الترند بقى كله حلل وطواجن، وده شيء اسعدني بصراحه، يعني بسطني من جوايا، حسسني ان انا يعني بعمل حاجه، انت فاهم؟ ايوه. لما تفتح كده الترند المصري تلاقي فيه دكر بط، تنزل تحت شويه تلاقيه سمان، طواجن، طواجن مختلفه كمان. احنا في مصر هنا الكونتنت لما بنكريته مش بنجيب حاجه مثلا زي بقيه الدول اللي في العالم. أيوة. ونستمر، لا احنا بنجدد، تلاقي فيه سمان، دكر بط، في حمام، في حمام محشي، حمام محشي، فريك ورز يا احمد. فريك ورز، مش أيوة. مش وكل واحد في فيديو، يعني هو الفريك لوحده والرز لوحده بالظبط. ده فيديو وده فيديو. هو درع اليوتيوب حاليا بقى في كل بيت مصري، يعني انت لو بيجي مع الجهاز، فاهم؟ مع الجهاز بالظبط، يعني بيبقى في النيش كده محطوط فيه على فكره. ده يعني هم بيعدوا 100,000 خلاص بقى يلا نتجوز. ابوها يسالك طب وانت معاك يا ابني درع اليوتيوب هتقدر؟ هو ما هو فاهمك، هو دلوقتي في قنوات اليوتيوب في الجوازات لما بييجوا يتجوزوا وبتاع، هو بقى يفتحوا بيت ويفتحوا قناه يوتيوب. قناه يوتيوب مع البيت. ايوه مع البيت نفسه، يعني يا ابني انت قادر تفتح بيت، فاهم؟ وقادر تفتح دلوقتي بقى في مشروع اصلا ان انت دلوقتي تتجوز عشان تفتح مشروع يوتيوب. لا ده المأذون هيجي. ده جواز سوري ولا يوتيوب؟ بالظبط. تلاقي المأذون قاعد مكتوب جنب جواز يوتيوبي. الافراح برضه في الترندات جميله يا احمد. الافراح جميله والله العظيم، خطوبه وافراح وكذا فرح، يعني هو ما بقاش فرح واحد. يعني حمدي وفاء عندهم عيال، لقيت لهم عاملين فرح من كام اسبوع للعيال؟ لا ليهم، لحمدي وفاء اللي هم عندهم عيال اصلا. هم عندهم عيال اصلا والله العظيم وكان طلع ترند، يعني مش دي المشكله، ان هو مشكله ان انا احضر فرح امي بصراحه، دي حاجه غريبه. انا متشوق جدا اشوف ابويا ليله فرح. بالظبط. انا وبيزعلوا اكيون ان احنا بنتاخر في الفيديوهات، يعني ان احنا ما بنعملش. مين؟ الناس اللي بتتابعنا. ما هم بقى هنعمل ايه؟ والله احنا قلنا كتير والله، ما مش عارف. قلت لك نربي عندنا في السطوح دكرين بط، فاهم؟ ونجيب حلل ونطلع ترند، بس انت للاسف. فاحنا قررنا نجيب دكرين بط. نجيب دكر. لا قررنا ان احنا بقى ايه، تعالى للمحتوى الرياكت ده ما نمش، تعالى نوقفه. احنا السنه دي مش هنسيب بص حاجه تعدي كده بالزبط. يعني مفيش حاجه تعدي على اليوتيوب هنسيبها. عارفين الرادار؟ احنا رادار. كنت انا هخش انام بس يا اسطى، وبعدين شويه كيو. كده ونبقى كيو. لا لا إيه؟ والنبي لا، ده والنبي لا، ما انت هترجع تاني. ايه بقى اللايكات بقى الكلام ده؟ انت ما صح، نسيت. كيو عندنا اليوتيوبر. ايه يا ابني؟ بتهزر يا ابني؟ نسيت والله. اليوتيوبر يا ابني ده اللايك عنده اهم من بص كل حاجه في حياته، يعني من مستقبله، ده هو اللي بياكلنا عيش. والله العظيم لايك يا جماعه، ننزل تحت كده نعمل لايك. بمناسبه الجميله دي ننزل نعمل لايك. ولايك بمناخيرك، انا بخلي الناس بتعمله بمناخيرك. بمناخيره. تعرف تدوس لايك بمناخيرك؟ انت بتعرف منين هو عمل لايك بمناخير؟ بلاقي الشاشه عندهم مزايده. تمام. استنى على فكره، انت ما قلتش سبسكرايب لقناتي برضه. ايه ده صحيح؟ مليون يا ابني. ده يا جماعه كيو على قناه الديسكربشن عايزين يجوا خلاص، يعني فاضل لي 40,000. انا مش عايزهم برضه. انت فاضل لك كام؟ فاضل لي 40,000. 40,000. طب يلا يا جماعه بالفيديو ده ايه؟ ونبارك لكم. 40,000 يا جدعان، يعني
خلاص يعني خلاص وهخش على مليون. هخش واخد الدرع الذهبي اللي انا نفسي اجيبه. لو عرفنا نجيب ال 40,000 الناقصه دي وهروح اتصور بدرع المليون عند كيو. ماشي ولا مفيش مشكله. نفسي مفيش والله مشكلة. بجد اقول لك حاجه، انا هدولك يومين تتصور بيه كام فيديو. انا موافق. يا نهار اسود. ماشي لو بس لو وصلت ال 40,000. ماشي يعني لو وصلت المليون. طب يا جماعه كيو يوصل لمليون بعد الفيديو ده بجد، انا عايز اعلق الدرع هنا يومين. المهم يا كيو، عندنا بقى ايه؟ اب عاوز يجوز بنته وهي لسه عندها 15 سنة. شوف البنت عملت ايه. ده دراما والله. هو كوميدي. هو بص، اب عايز يجوز بنته وهي لسه عندها 15 سنة، بقى دي دراما اهو. وهو بص كاتب ايه كمان في الصورة يا احمد، ركز. انا مش هسيبك في حالك. فمعنى كده ان في دراما، في حاجات. ايه ده؟ في ايه؟ شوفوا اخوها ال ام. ايه ده؟ لك بنت بتشرب سجاير ال ام. شوف اخوها. ايه ده؟ ايه ده يا احمد؟ ده ايه ده؟ هو ليه ال ام؟ هو ليه حط ال ام؟ هي ما اعرفش بصراحه، بس هي ال ام وليه بجد؟ احنا عايزين نساله. حتى مش كليك بيت، فاهم يعني؟ مش هتجيب مشاهدات. مش هتجيب مشاهدات مثلا، بل بالعكس لو كتب مالبورو الناس بتسمع الاسم ده اكتر يعني. اصلا انا شايفها. شوف اخوها ال ام اصلا. شوف اخوها ال. ايوه ما هو ده اللي مكتوب. شوف اخوها ال ام بنت بتشرب سجاير عمل معاها ايه لما عرف. ايه ده؟ اخوها ال ام. انا لو عندي اخت وقفشتها بتشرب سجاير، يا لهوي. هي بصراحه بصراحه لا، هي هتعديها، بس لو ال ام فعلا هيتبقى. لا ال ام ما اسمحش. لا ما ينفع. انت اكيد راجل شرقي فاهم، فاهم اكيد. احمر اكيد ال ام احمر يعني. هو لا دي مصيبه دي يا كيو، يعني يا رب تطلع ازرق حتى يبقى ايه. طب ما نخش على الفيديو ده، انا عايز اعرف ال ام احمر. بس بقول لك الا رسول الله. ايه؟ تخش جوه بقى تلاقي بقى الا رسول الله بقى، فاهم؟ ممكن تلاقي ايه قرانيه في اول الفيديو، مفيش مشكله. بس استنى اصلا، استنى، دي شكلها كليوباترا اصلا. استنى بقى، مش بيهزروا. ايه ده؟ يبقى هو اللي مضايقه ان هو بيشرب كليوباترا وهي بتشرب ال ام. بالظبط. انت فهمت؟ بتجيب منين الفلوس دي؟ فهنا يشك بقى. هو ده المحتوى، هي دي الحبكه الدراميه يا ابني. أيوة. انا كده جمعت. لا يعجبني انا الايه الكونتنت ده. انا مش عارف بتاع الكافيه اتاخر كده ليه. بتاع الكافيه وهم في البيت، فاهم؟ عادي على فكره، عادي. لا هم عندهم حد بتاع الكافيه في البيت. عثمان. ابو عثمان عندهم. هو بيشرب كليوباترا عادي. المهم بقول لك ايه، جبت الفلوس. ايوه بس انت اديني سجاره. سجاره ايه وبتاع ايه يا رجاء؟ انت اتعلمت الحاجات دي امتى؟ منك انت يا بنتي. بلاش. هدوس الاول سجاره. بقول لك بلاش. بلاش. بقول لك بلاش. وهو بيطلع. هو عمال بيطلع بقى. ده غريب جدا. ده رد فعل. بلاش. خد سجارتين اتنين. عشان تعرف انا قد ايه بحبك. ايه ده؟ المهم بس طلع لي الفلوس. عارف انت اللي هو ايه؟ هبقشش على رئتك النهارده. هروق على رئتك. واحده لليمين واحده للشمال. غريب المقايضه غريبه برضه يعني. هي هو بتقول له انا هديك فلوس، وهو ايه مش فاهم اللي حصل. لا وبعدين لو تركز في فلقه الكنبه اللي قاعدين عليها كيو، بص هتلاقي ايه؟ مايك. ايوه انا واخد. ايه ده المايك اللي تحت ده؟ ده مايك ده. انا عجبني الانتاج. لا هو بس تعبه يعني. ما كويس. عاوز ال 100 جنيه قد كده بتحبيني؟ الله. انت بصي تاخدي بقيه علبه السجاير كلها بجد يا زلمه. يا سلام. وخدي مني الولاعه دي. وخدي مني السيجاره دي كمان. يا ايه ده؟ خدي 200 جنيه. وخدي ال 200 جنيه. وخدي الجاكيت. وخدي المايك ده في الفلقه. وخدي كل حاجه. لو انا عايز افهم مبسوطه ليه؟ ما هي كليوباترا عامله كام دلوقتي؟ انا مش فاهم. 30 كام؟ 25. ايوه ما ف 200 جنيه تجيب لها 8 علب. تجيب لها قروصه. وتعفر. انا مش فاهم ايه الفكره. وهو كل ده عشان فلوس ليه؟ لا احنا لازم نفهم على فكره. هو في غموض يعني. هو ده اخوها ولا مش اخوها؟ لا هو غالبا دي صاحبته. فهيقول لك بقى اللي هو اللي ما ترضوش على بنات الناس ما ترضوش على اختك. احنا حرقنا الفيلم قبل ما نشوفه. لا خلاص كمل. تمام فهمت كل حاجه بقى. تمام. بسرعه بسرعه عشان خاطر يعني بتشرب سجاير ومش عارفه تحطها ازاي. منور عادل بيه. اتاخرت كده ليه يا راجل انت؟ منور عادل بيه. اتاخرت كده، انت مش شايف ان قاعد من بدري؟ منور عادل بيه. هم قاعدين فين؟ انا عايز افهم. هو قاعدين في بيت كافيه اللي بتبقى في وسط البلد دي. هم قاعدين في بيت كافيه. ايوه عارفها. هيهزقوا دول. الكاميرا هتوقع الحاجه. براحه يا عادل. انت مش شايفه راجل العجوز هيوقع الحاجه علينا؟ عادل بيه دوت انا مربيه. ما تقلقيش، هو دايما نظرته تربيه وسخه. هو متعود يهزقني كده. انا متعود يهزقني. انا اسمع منك حاجه. ايوه يا باشا. خد صنيتك دي وامشي. هو ده ايه ده يا عادل؟ المفروض تتكلم يا عادل على فكره. انت هتعرفيني المفروض ومش المفروض. اسلوبك دوت يا عادل. على كده بقى لما نتجوز هتعملني كده؟ لما ايه يا ماما؟ لما نتجوز. لما نتجوز ده انا هعاملك احسن المعامله. واضح. استني بس
كيو انت مش حاسس ان هو مقفر على 200 جنيه خدهم فيعني عمال هو انا مش فاهم العلاقه بصراحه. هو داخل الفيلم من حته غريبه بصراحه، من حته غريبه مش عارفين نمسكه منها حتى، مش فاهمين ابعاد الموضوع ايه. وبيت كافيه، فده انا اول مره بصراحه اشوف. وانا اللي مربيه. انت بتعمله هنا؟ بقول لك ما تخش على حاجه تانية كده. طب استنى انا عايز اشوف لحظه دخوله على لو تعرف تقدم تجيب لنا ايه. ايه ده اخته بقى بتتمشى في الكافيه، مش ده نفس الكافيه؟ صح صح صح، ده الكافيه صح. ايه ده؟ انا لو حرفيا نايم وسط ال 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 انا هصدع. نايم وسط الواد هصدع. وصلت للسجاير؟ الا الا ده من امتى الكلام ده؟ هي وصلت للسجاير؟ بالراحة بس يا محمود، السجاير دي مش بتاعتي اصلا. جبتها منين اصلا؟ والله ما بتاعتي، بتاعت صاحبتي. هو زعلان ان هي جابتها منين يعني، لو كان من عم عادل اللي تحت الكشك فاهم. بالظبط، هي مش بتاعتها هي، وهي عندها حق على فكره احمد برضه. كسجاير هي كسجاير مش بتاعتها فاهم، فمش محسوبه يعني، حتى لو دخنتها مش هتتحسب عليها يعني فاهم. لا وبرضه لو نركز يا كيو على المخد ده هنلاقي ايه برضه في المايك. انت مسكوت على المايك قوي. انا 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 عاجبني الانتاج والله. بتاعت صاحبتك بتعمل معاك ايه؟ كانت نسيتها معايا في الشنطه. نسيتها معاك في الشنطه، فكانت بتشرب سيجاره بتشوف صاحبتها بتشرب نوع ايه بقى فاهم قصدي؟ طبيعي فضول، ما كلنا بني ادمين يا احمد برضه ما تظلمهاش يعني. بتشوف الفرق ما بين الفرق ما بين بالظبط، ازاي بتعمل ريفيو للسيجاره يعني. اللي هي سيجاره فئه متوسطه هتديك امكانيات عامله. وبعدين مالك يا محمود ما بالراحه شويه؟ هو في ايه؟ تعبت يا بنت في الكلام. هو اللي تعبني في الكلام، بالراحه شويه عن نفسك مالك. بقول لك ايه؟ ايه؟ بعايزنا كده زعيقه تاني والله. انا حاجات التمثيليه دي بحبها قوي يا احمد على فكره، بحب اخد بالي منها قوي. تعال. وبعدين مالك يا محمود ما بالراحه شويه؟ هو في ايه؟ تعبت يا بنت في الكلام. هو اللي بص معلش، الممثلين بذلوا جهد هنا ويستاهلوا مننا تسقيفه يا احمد عايز يعني تقف. لا انا معاك. لا خد بالك، الحزق ده مش سهل برضه. لا وخلاها مش متوقعة. لا حلو عايش. تعالى نمثلها. هو ايه بقى؟ هي قالت ايه بقى في الكلام؟ قالت ايه؟ وهو قال ايه؟ شنطة وبتولعيها بتاع ايه؟ وبعدين مالك يا محمود ما بالراحة شوية؟ هو في ايه؟ تعبت يا بنت في الكلام. هو قال لك انا هقول ايه بعد ما لك يا برجو كفايه شويه، وانت تقول لي تعبت يا بنت في الكلام. ماشي تمام. انت هتشرب سيجاره دلوقتي ولا لا؟ لا لا انا ممكن اجيب، انا معايا اتصرفت، انا بحب اتصرف. ايه ده انت بتعمل ايه؟ بعد ما لك هقول لك تعبت يا بنت في الكلام. يعني ده عايز ان هو ما بلاش الجمله، واخد خطف بالظبط. المخرج قال له زعق فزعق. خد بالك اللي بيزعق بياخد يعني، ما تتعيد يا بنت في ويطلع فاهم. لا في الكلام، بالراحه شويه عن نفسك مالك. الله صوت الكلام بيعلى. ايوه صوت الكلام بيعلى. وده من امتى الكلام ده يا عم؟ ما تنجز وشوف ام السجاير اللي اختك بتشربها. انا حاسس اخد السجاره واولعها. هو عادي هو ايه اللي انت مالك باللي انت بتعمله؟ ما تشوف حضرتك بتسهر كل يوم. انا غيري ايه؟ هو اللي انت غيري؟ هو ايه كل حاجه حلوه ليه؟ فيمينست البنت دي انا بقلق منهم. لا ايوه اياك فيمينست. ايوه في ده نفسك بي. وبص بقى يا محمود، كل اصحاب البنات اللي انت حضرتك بتدخل تكلمهم واحده واحده فيهم بتيجي وتقول لي اخوك بيجي. هنا بقى بيظهر بقى ايه بقى محمود؟ الاستغلال. تمام. وان هي بتستغل حاجه معينه، وان محمود ايه المشكله اما محمود يعني يكلم صحابه؟ انا مش فاهم. ابتزاز واضح. لا في ابتزاز في 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 الفيلم، في ابتزاز انا ملاحظ. بس برضه انا هرجع واسالك معلش، فين السجاير ال ام؟ انا ما شفتش اي سجاره ال ام فرط حتى ما في الموضوع. صح. ليه كتب ال ام؟ هل متخيل ان ال ام هتجيب مشاهدات؟ ايه تهدى كده على نفسك شويه. وايوه يا عم انا بشرب سجاير، هتتكلم عليا بكلمه يا محمود واقسم بالله العظيم هطلع لك الصور اللي انت بتبعتها في الازر لايه؟ لاصحاب البنات. لاصحابها. انا بطاطا تحت رجلك. العيله اصلا قذره يعني. طب استنى، هي هددته قالت له ابعت لك الصور؟ والله لا ده انا اللي جاوبت. ده هي بتقول له انت اللي جاوبت، تجويده منك انت يعني. شفت انا دخلتك في المود ازاي؟ تمام. قلت لك احنا ممثلين. قعدتهم على السرير مريبه. ما بشربش مالكش فيه. المفروض بقى ان انا يا باشا هي الاوضه مريبه اصلا. بالظبط. ماشي. بص القلم اللي جاي. لينا كلام تاني مع بعض. ايوه لينا كلام تاني، وانا هقول لك على حاجه اقسم بالله، اي كلمه يا محمود هتطلع هتزيد بقى. هتزيد بقى على كل حاجه.
حاجه. خلاص مسكته من اللي بيوجع زي. حتى لو لاحظت كمان بص عادي زي خلاص احترم نفسه. وهي بقى لو انا هولع بانجو دلوقتي وهصطبح قدامك يا محمود اقسم بالله. ايه ده برضو ايه لا اوب حقيقة تانية يا كيوم بعد اذنك تاني بعد صح الاداء التمثيلي جامد والله. في تحية تانية برضو عايز اوجهها لحد بعد اذنك. مهندس الديكور اللي عمل الاوضة الديكوريشن في الاوضه اقسم بالله صداع بجد. طب ما نجري كده قدامي يعني اكيد القفله بقى هنلاقي فيها شويه حركات. هو ايه ده عم كمال اهو. يا عم كمال رجع تاني في الكافيه. رجع ده قاعد معاهم في البيت بره بقى بس في الكافيه. ايه السجاير اللي انت مدخناها دي كلها؟ منو لله بقى اتفضل بس. خير يا بنتي. هو عادل بيجي هنا بقى له قد ايه؟ عادل بقى له سنه معانا هنا وكل يوم جايب واحده زيك. كل يوم جايب واحدة من شكل. كل يوم يا نهار. واحدة زيك من اللي بيشربوا سجاير. كل يوم جايب واحدة زيك يا 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 حقيرة. شكله يعني مهندم. لا شكله ويتر فعلا. يا انا اخوها برضو بيخش عليها دخلات مفاجأة في نفس المكان فاهم. انا واخد بالي اه هي ترجع للأوضة تاني. بص دخلته جون سينا تي 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 شلها وحلبها فجأة. اسكت يا محمود سيبني دلوقتي. طب انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ عشان انا غلطت غلطة كبيرة جدا. انا غلطة ايه الغلطة بس انا بس كلامك من الاول. غلطة ايه فاهمين؟ ايه ده بس يا محمود مش اللي في دماغك. امال ايه اللي في دماغك؟ حبيت واحد وسكت فيه وكنت باخد الفلوس وبديها له. بتستغفليني يعني عشان سايبك بواحدك. ايه ده ايه التمثيل ده جامد قوي يا كيو. جامد جامد. لا 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 يعني انا لو ليا اخت فعلا وجات قالت لي وثقت في حد وغلطت غلطه كبيره هقولك التمثيل ده رغم كتر الالوان اللي حواليه. خد بالك ما فيش حاجه. خدت بالك من الاداء؟ انا اصلا كنت داخل الفيديو ده اشوف في ال ام ولا لا. انت عارف اللي بيقهرني في الفيديوهات دي يا كيو ان انت عندك دلوقتي كام دقيقه فيلم؟ 6 مثلا. سبع دقايق فيلم بالاخر بيلخصوا لك ايه بتجمعوا كده تاني. ده انت رزل بقى ما عندكش دمه خالص. وبيحكوا لك بقى هم اتكلموا على ايه. عارف اشرف عبد الباقي لما يخش في اخر مسرح مصر يشرح المسرحيه هم عملوا فيلم ليه؟ ما عشان يقولوا لك في الاخر القصه ايه. طب ما هو انا شفتها. لا عايش. طب انا هقيم بقى نقيم بقى الافلام دي يعني. انت قول انت تقييمك. بصوا بصراحه الفيلم كان هيبقى في حته تانية لولا عم عبده. فبصراحة عشانه خاطره هو اديله 9.5 انا برضو انا حاجة في الرينج ده يعني. ده اذا ما كانش 10 يعني. عارف كانت نديك 10 امتى؟ لو كان الكادر ده اكتمل والبنت ظهرت صح. بيقول لك شاب يمنع والده عن الاكل شوفوا والده عمل ايه مع بنته يعني. هي علاقة بنت ايه اللي جاب بينا مالي يا لمبي دلوقتي انا مش فاهم. شوفوا عمل ايه مع بنته مين عمل ايه مع انت فاهم ازاي يعني. هو دلوقتي مفيش اكل الا لا خش بعد اذنك انا مش فاهم في ايه. هم مبهدلين عم عبد الله. بص خدت بالك من المايك بقى في الفازه. لا وخدت بالك من الديكوريشن برضو هنا ذهبي فاضي. الديكوريشن برضو هايل الله اكبر يعني. بسم الله ما شاء الله لو دخلت يجي لك غثيان. يدينا سبع مصر سبع مصر. ايه يا عم انت عامل غيغة ايه؟ ايه 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 كل يوم يدينا سبع مصر سبع مصر. ايه يا عم ايه ده ايه ده ايه؟ انا ما فهمتش حاجة. بيفطروا موز تقريبا كل يوم الصبح موز. كل يوم يدينا سبع مصر سبع مصر. ايه يا عم انت عامل غيغة ايه؟ هو ده اللي عندي بالسم الهادي. ديله في وش ديله تبايب عم احمد ناس تبهدله انا عارف. لا ده يعني بص حاطط لبنته ايه وحاطط للراجل ايه؟ حاطط له موزة وبرتقانة والبنت هتطلع خيرات الله. هو ده اللي موجود عندي مش عاجبك؟ انا قلت لك اهو طيابه الباب يفوت جمل ومش هزعل خالص على فكره ان انت هتمشي. بص يا عيني الاب ايه اي دونت كير انا مش في دماغه هفتان. هو خد بالك هو هفتان مش في دماغه اللي جعان. انا عايز يغلط حاجه يعني. هو حاطط له موزه واحده وبرتقال وايه الثانيه اللي هو دي فاكر ايه؟ هو حرفيا ايه يعني هو بيعيش ابوه على الكالوريز يعني اللي هو انت محتاج هسيب له كالوريز فعلا يعني. هم انت ليك عندي 3000 كالوريز ما اسمعش صوتك بقى بعد انت قري كده. عايزين نشوف هيعمل ايه يا اسطى في انا عجبني ان انت ملخصاتي تحب الايه تخش في لب الموضوع. ايه ده حبيبه بابا؟ ايه ده انت قلبي عندك عندك يا راجل انت اللي جابه هنا يا حبيبه قلبي ده؟ البنت عشان بحكي لها حدوته كتك القرف يا شيخ. انت عملت حمام والترايم على ايه ده ايه ده يا عم ايه ده قوم كتك القرف. دي اخر حاجه كنت اتوقعها ان هو يجيب البنت يعمل عليها حمام. ايه الرعب ده؟ هو جايبها عشان يعمل حمام عليها اصلا.
ده اخر حاجه كنت اتوقعها حرفيا يعني. على فكره انا ابتديت افهم اللي هو الحاجات اللي هو شاهد الرد غير متوقع، الحاجات دي فعلا طلع ما هو غير متوقع فعلا. لاحظت استنى كده في صرخه وجع تحت يا اسطى. يا نهار اسود، انا احب الالم. شاب يتقدم لبنت خرساء بدون ان يعرف انها خرساء، شوفوا اختها الخرساء. تخيل صرخه وجع، بس الفيلم كله ايه؟ عباره عن دقيقه البنت. هنشوف الصرخه ونمشي على طول يا اسطى. ماشي، هنشوف الصرخه ونمشي يا جماعه بجد، عشان احنا مش حمل نشوف فيديو تاني من هنا من القناه دي. لا حول ولا قوه. السلام عليكم. تقييمك ايه من صرخه الوجع يا كيو؟ تقسيمي انا بص تقسيم. مش حاجه اسمها تقسيمي. لا اصل انا تقسيمك 13 من 10. 13 انا تقسيمي 100 من 10. لا حلو والله حوار تقسيمي دي. احنا نسميها سلسله تقسيم الفيديوهات. هنخصم الفيديوهات النهارده. طب يا جدعان كده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ايوه، ما تنسوش يا جماعه توصلوا الفيديو ده لعدد لايكات كتير، وما تنسوش تنزلوا تشتركوا عند كيو، عشان لو وصلنا لل 40,000 الناقصين هيجيب درع المليون وهاخده عندي يومين. وقابلوني لو رجعته. ايه اسال لو رجعته؟ لا هترجعه، انا مضيك همضيك على حاجات، خد بالك. هنظبط واكلمك، هظبط واقول. وبس كان فيديو جاي، اتبسطت بوجودك والله يا كيو. والله انا اكتر، والفيديو ده للتاريخ والله.